التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو نظيره في حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد الطاهر سيالة، وبحث اللقاء تطورات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الروسية الليبية. وبعد اللقاء دعا سيالة موسكو للمساعدة في إخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا. تنسيق المواقف وضبط المسار في خضم التطورات السياسية المتسارعة في ليبيا، تسعى موسكو لجعل التوافقات واضحة في الأمم المتحدة. على جميع اللاعبين الدوليين النافذين في ليبيا التنسيق فيما بينهم تحت مظلة الأمم المتحدة. وفي هذا السياق تبرز مشكلة غياب مبعوث الأمين العام للمنظمة إلى ليبيا. توافقات الساسة في السياسة جاءت تزامنا وعلى الأغلب بتوافق مع خطوات اقتصادية. تناولنا بتفصيل العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والثقافية، وتنفيذ العديد من العقود المبرمة مع الشركات الروسية خاصة في مجالات السكة الحديد والكهرباء. زيارة عمل قصيرة غابت عنها خلافات عثرت سنوات من المفاوضات. تقارب بات ممكنا بين موسكو وطرابلس بعد أن تمكنت روسيا بحسب مراقبين من إيجاد حلول وسط مع سائر القوى الفاعلة في ليبيا. لا تؤجل لقاءات اليوم للعام المقبل في روسيا. زيارة وزير الخارجية الليبي أتت عقب لقاء وزير الخارجية التركي بنظيره الروسي، وبعد زيارة وزير الدفاع التركي إلى ليبيا، وبعد زيارة الوفد المصري إلى طرابلس. حراك دبلوماسي وهدوء ميداني يشي بأن الملف الليبي قد يشهد انفراجا قريبا. محمد حسن، العربي، موسكو. يبقى معنا من موسكو مراسلنا محمد حسن. أهلا بك محمد. كما ذكرت في ختام تقريرك، لابد من ربط كل هذه الزيارات والحراك الدبلوماسي ببعضه بعضا. بالأمس كان هناك زيارة لوزير الخارجية التركي في موسكو، وتحدث مع نظيره الروسي في كل الملفات الإقليمية وفي مقدمها ليبيا، واليوم تأتي زيارة وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية. كيف يمكن تفسير هذه الزيارة اليوم؟ كيف فتختلف عن سابقاتها، وكيف يمكننا فهم الموقف الروسي اليوم من الأزمة الليبية؟ فيما يخص الموقف الروسي، الموقف الروسي ظاهرا كان دائما يدعو جميع الأطراف إلى الحوار، وكان دائما طبعا حسب الكثير من المراقبين يقف لجهة صف دون الآخر، ودائما اتهم الناتو بأن الناتو هو الذي خدع حسب الوصف الروسي الجانب الروسي عندما امتنعت روسيا عن التصويت في مجلس الأمن، ووعدت بأن هذا القرار قرار مجلس الأمن سيؤمن حظر الطيران فوق ليبيا، ولكن نتيجة قام طيران الناتو بقصف ليبيا، وحينها شعرت روسيا بأنها خارج اللعبة لفترة معينة. دعت للحوار، وقفت لجانب جهة أكثر من جهة حسب الكثير من المراقبين. الولايات المتحدة لطالما اتهمتها بأنها هي كانت تقوم بتحريك قوات فاغنر في ليبيا ومرتزقة أجانب، وهذا ما أيضا تم التطرق إليه في مؤتمر اليوم. واليوم نرى هذا اللقاء الذي جمع الطرف الروسي مع حكومة طرابلس. موسكو قبل ذلك خلال هذا العام، منذ بداية العام عندما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تركيا، دعا مع نظيره التركي إلى وقف القتال في ليبيا، ولكن حينها لم تطبق هذه الدعوة على الأرض. بعدها مؤتمر برلين، ثم رأينا محاولة روسية تركية لجمع الفرقاء الليبيين هنا في موسكو، ولكنها لم تؤدي إلى أي شيء. وأخيرا في أكتوبر تم التوصل إلى وقف إطلاق النار والحوار الليبي الآن في تونس، واليوم تم الترحيب بهذا الحوار والدعوة إلى أن يأتي بنتائج ملموسة أكثر. وسمعنا أيضا في نفس الوقت لأول مرة حديث عن تعاون ثنائي روسي ليبي مع حكومة الوفاق الوطني التي تمثل طرابلس. تمت دعوة ليبيا لموسكو لفتح سفارتها في طرابلس كما فعلت مصر مؤخرا. كل هذا يشي بأن فعلا هناك توجه نحو حلحلة الأزمة الليبية، خاصة أننا سمعنا نفس الكلام بالأمس طيب بين محمد، هذا الوزير التقارب الروسي ووزير الخارجية التركي حول التفاهم.
نعم نعم هذا التقارب الذي تتحدث عنه مع حكومة الوفاق، هل يعني تباعدا بشكل آخر عن دعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر؟ ما يميز ربما لقاء اليوم والمؤتمر الصحفي الذي سمعناه اليوم هو أنه لم يتم التطرق إلى تلك القوى في شرق ليبيا لا من قريب ولا من بعيد، وتم الحديث عن ليبيا موحدة، عن حوار ليبي ليبي، عن قوة، عن سلطة تمثل جميع الليبيين. لذلك يصعب الآن التكهن هل نعم هو ابتعاد أم هو تقارب. طبعا السياسة الدولية دائما تحكمها المصالح، مصالح روسيا اليوم واضحة، تم الحديث عنها في هذا المؤتمر في وحدة ليبيا، وفي التعاون الثنائي الاقتصادي، عن عودة العقود التي توقفت بعد عام 2011 بسبب الحرب. وكل هذا يبين، والتصريحات التي سمعناها اليوم يبين تقارب بين روسيا وطرابلس. شكرا جزيلا لك محمد حسن مراسلنا من موسكو.